هو السبيكر ده بيتصنع ازاي وايه الفكره العلميه اللي وراه؟ ده اللي هنعمله دلوقتي في تجربتنا اللي جايه. وعلى فكره انتوا كمان ممكن تعملوا السبيكر ده بنفسكم في البيت، بس كل اللي احنا عايزينه منكم انكم تركزوا في الخطوات اللي جايه وتشوفوا النتيجه معايا سوا. وعشان نعمل التجربه دي يا صديقي هنحتاج كوبايتين وورق مغناطيس على شكل دائري في حجم الكوينز اللي عندنا بالظبط، وبعد كده هجيب سلك نحاس وبن سماعه وكمان صمغ واي جسم اسطواني عندك الف حواليه السلك النحاس ومقص. بعد كده هبتدي ان انا الف السلك النحاس ده حوالين صباغ الصمغ اللي معايا، وبعد كده هلف عدد كبير جدا من اللفات على قد ما اقدر. وزي ما احنا عارفين بنسيب الطرف البدايه والطرف النهايه من سلك النحاس عشان هنوصله بعد كده. بعد كده هشيل لفه بقى سلك النحاس اللي انا عملتها دي وابتدي الف طرفين النحاس عشان يمسكوا الملف مع بعض، وبعد كده اخلي الطرفين في الاخر واضحين كويس زي ما انت شايف. وطبعا زي كل مره بنصنفر طرفين سلك النحاس، بعد كده هعمل ثقب في الكوبايه من تحت بعصايه الشيش طاووق، وبعد كده احط مغناطيس على الكوبايه ومغناطيس من جوه بحيث ان هم يمسكوا ببعض بالشكل اللي انت شايفه ده بالظبط. بعدين هحط سلك النحاس اللي معانا حوالين المغناطيس الخارجي والزقه باستخدام مسدس الشمع. كده بقى فاضل عندي اخر خطوه وهي التوصيل. هستخدم بقى الاسلاك الكروكودايل علشان اوصل طرفين سلك النحاس بطرفين سلك بن السماعه. بعد كده هوصل بين السماعة في الموبايل ونسمع الصوت ونشوفه عامل ازاي. حلقات كتيرة جدا زي الكافة، أكاسين الستات، أكاسين الستات. وبعد ما عرفنا ازاي ممكن نعمل مكبر الصوت يا صديقي، تعالى نفهم هو ازاي شغال. ببساطة الصوت اللي خارج من المصدر بتاعه بيتحول على هيئة موجات كهربائية من خلال الجاك المتوصل. الموجات الكهربائية دي يا صديقي وهي ماشية في السلك بتقابل الملف الكهربي اللي عندي والمغناطيس اللي بيعملوا على تضخيم الصوت مع شكل الكوباية ده. بالتالي هي دي الفكرة ببساطة اللي بتحول لي الصوت العادي إلى صوت مكبر بنفس الطريقة دي. فعايزكوا انتوا كمان تجربوا نفس التجربة دي في البيت وتشوفوا الصوت قدرتوا تكبروه لقد ايه. وكل ما قوة المغناطيس بتزيد والملف معمول بطريقة صحيحة هتعرفوا تكبروا الصوت أو تنقلوه صح. وكمان شكل الكوباية عليه عامل مهم. كل ما يكون شكلها مخروطي أكتر وتكون أكبر كل ما نسبة تضخيم الصوت هتزيد. فعايزكم يلا توروني هتقدروا تعملوها بنفسكم في البيت ولا لا. شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلس. مدرستنا مستقبل يبدأ الآن.